بيخصنا في الفارما، ده اللي بيخصنا في الفارما. قبل ما ابدا الكلام، ايه ادويه الفارما اللي ممكن تدخلنا يا دكتور في باركنسونيزم؟ وحصه امبارح معلش لازم اكتبها لي بدل ورقه برضه. دراج انديوس او دراج انديوس باركنسونيزم، يعني ادويه الفارما بتاعت باركنسونيزم. والله كده دراج حتى العنوانين لحد ما ندرسها، دراج انديوس باركنسونيزم. كان عم تقول مره برضه راح الدراجات اللي بتعمل باركنسونيزم في الفارما. هقول لك وانت تقول لي ايه انت ليه. واحد انتي ايميتنج، ايه ده كده؟ ليه انتي ايميتنج ممكن تؤدي الى باركنسونيزم؟ لو سالتك كيف كان القدام بتاع امبارح، انتي ايميتنج بتقتل الدوبامين ريسبتور في سي تي، صح؟ المفروض كده. ما هو الدوبامين في سي تي زد كان بيعمل نوزيا وبومبنج. في عندنا شويه انتي ايميتنج بيقتلوا الدوبامين في سي تي زد، منهم دواء مشهور الصغير اسمه بريمبراج، انا عامله في الجارتي بتاع انتي ايميتنج اللي هم بيقتلوا ايه؟ دي 2. طبعا هاخد مثال واحد مؤقت لحد ما نعمل، ده اسمه ميتو كلوبرامايد. ميتو كلوبرامايد هتقول لي يعني هحفظه دلوقتي؟ ما تزعلش، قلت لك بالتفصيل مدروس. ميتو كلوبرامايد من ضمن الادويه كانتي ايميتنج ممكن تدخلنا باركنسونيزم. هو حاجه ربنا ايه؟ هو باركنسونيزم مؤقت. تبقى صلى على باركنسونيزم فين فتره صغيره وبعدين ايه؟ يفوت منها، مبروك منها. بانتي ايميتنج كمان بتدي الدوبامين. اثنين انتي سايكوتيك، يعني انت سايكوتيك من غيرها. السايكوز او السكيزوفرينيا صح ولا لا؟ لان انا نفس الكلام في الدي 2 برضه. طبعا مثال دواء سمعته زي زفت اسمه هالوبريدول. هالوبريدول نعمل باركنسونيزم. هالوبريدول ده رحت اسم الصيدليه ده من اسم بتاعه بس مش مهم. دواء بتعمل ايه؟ انت طبعا مالي في الدي 2 عشان عكس السايكوز هيدخلنا فين؟ في باركنسونيزم. رقم ثلاثه ده في الترم الاولاني اللي انت حد فكر دراجات بتعمل ديبليشن او دراج بتعمل ديبليشن ديبليت دوبامين سكوب الفتره اللي مخزن الدوبامين. افكرك بده كده زمان واللي سمعته فين اكل ده اسمه ريزيربين. ريزيربين تاكلوا كان اخو بوليزيدي يعني فاكر الاسباب دي بس يعني اخو وين المهم قريبت كده صح؟ انت الفا بلوك عامل عاملها كان بدون جدول مثلا ريزربين ده بيعمل ديبليشن لدول الصناعات في لازم الاستروجين بتاعه ارجع تروبي وانت ممكن عشان اقدر تنزل بص اي ضغط في الفرن يا الدوبامين سواء يمنع تصنيعه يمنع الاستروجين بتاعه يقفل الريسبتور بتاعه هيعمل باركنسونيزم. طبعا مثال كده برضه الاقي ده اسمه الفا مثال دوبامين كان نفس الجدول الفا مسات دو بس سيادتك كان بيمنع تصنيع دوبامين. قلت لها دكاتره انا عندي بقى اي دواء في الفارما بيقفل دوبامين ريسبتور في السينس او بيمنع تصنيع الدوبامين او تخزين دوبامين بيفضي المخازن يعني هذا الدواء يعمل ان شاء الله ايه؟ باركنسونيزم. اسمك انت من اسباب البصريش دي اسباب الفارما. طيب انا دلوقتي الجدول هدفه يلم معلومات ازاي؟ لكن افهم بره الجدول افهمني كده على السبوره انا هبدا اناقش اهم دواء فيهم. عارف اهم دواء لو خلص الباقي كله كلمه كلمه وكده فوق معايا. دلوقتي احنا عملنا مؤتمر طبي كده جميل زي ما احنا قاعدين كده وقلنا يا جماعه احنا قلنا لك قضيه الباركنسونيزم ناقص ايه؟ دوبامين. فاهم واحد ارفع ايده خلاص ندي دوبامين. اسمع انا ركز شيك الحاجه بقى خلاص ركز على السبوره ثم بعد ما نخلص الكلام اللي عايزه ده نبص الجدول من الليل. واحد قال ندي دوبامين يا بيه هيعالج باركنسونيزم عشان عنده نقص دوبامين. احنا سمعنا كلامه ادينا دوبامين يا ابني وما تتحسنش. طلع الواد ده اصلا فاشل. مش ذاك الدوبامين كدواء الترم الاولاني باص البلاد برين بارير ولا لا؟ الدوبامين ده كان تبع الكاتكولامين فاكر؟ هل الكاتكولامين بتعدي البلاد برين بارير ولا لا؟ اذا الدوبامين كدواء ما ينفعش. وهذه اول مشكله واجهتنا في المعاصي الاولى ما بتكتبش حاجه. اول مشكله واجهتنا يا جماعه واحنا عارف باركنسونيزم اسمع هتقول المشكله ثم حلها المشكله ثم حلها. أربع مشاكل هنلاقيهم في مزاد كل جدا. اسمع المشكلة كلها. شو إيه؟ دوبامين ما تكتبش عام نوت باص بلاد برين بارير. وبالتالي لو اديت دوبامين هتشربه مش هعمل حاجة. تقول لي ما الحل؟ قال لك الحل سهل جدا. هو الدوبامين ده في الجسم كان بيتصنع من مادة اسمها إيه؟ دوبا. مش عليك. دوبامين أولاد كان بيتصنع مادة اسمها دوبا.
وساعات يقول لها ايه دوبه او ليه دوبه، تقول لي خلاص ما تيجيش ضمير، هي تقول ما عنديش، ادي الماده اللي بتصنعها اللي اسمها اللي دوب، وهي جوه الجسم تحول ايه؟ ضمير. يعني اول مشكله ضمير بتباص حلها يا بلال، حلها دي الماده الخام بتاعها. الحل بتاعها قال لك ايه؟ كيف؟ اتس فيري كيبس، اتس فيري كيبس ده الماده الخام بتاعها اللي هي اسمها دكتور اللي دوب او ليفو دوب او اللي دوب. الليفو دوب ده بيتحول جوه الجسم لايه؟ ادويه. وذاك الليفو دوب ده لما يبقى دواء، سامعني؟ حلو الرزمه؟ الليفو دوب ده عارف هو بيعمل ايه؟ يدخل الجسم يعدي البرين بارير ويتحول لمين؟ الدوبامين. يعني هو ضربه ولا ضربه بارير؟ 100 100. الليفو دوب ده بيبدا بروت دراج في الفرن. هو انا عايزه كايه؟ كوظيفه مواصلات. يبقى بص خليك معايا بس لو فهمت البارير كده هتلاقي الكلام ان شاء الله سهل. اول مشكله واجهتنا في علاج باركنسونيزم الدوبامين كدواء نوت باص برين بارير. قال لك وبعدين الحاج ما تديش ما تديش دوبامين طبعا ما ينفعش. ادي الماده اللي بتصنع الدوبامين في الجسم اسمها ايفو دوبا او اللي دوبا هديها جوه الجسم هتحول لدوبامين. اذا الايفو دوبا ده مش دراج ده هو ايه؟ برو دراج جلوك. ادي اول مشكله وحلها. اسمع المشكله الثانيه وركز. وجدنا يا اولاد المشكله الثانيه تقول ايه؟ بتقول لك ان اللي دوبا ده كدراج عشان يوصل للدراج برين بارير يحتاج ما يسمى زمان اكتف ترانسبورت. حاجه اسمها اكتف ترانسبورتر. قول لي في الاكتف ترانسبورت عايزين ايه؟ عايزين كارير وعايزين كارير صح؟ بقول لك تاني مشكله ولا ان اللي دوبه باص بلاد برين بارير باي اكتف ترانسبورت. خليك معايا قوي. قول لي المشكله دي عايزين له طاقه وعايزين له كارير. على حظ الهباب اللي دوبه ده بيعتبروه امين بس. يعني بيتحمل على الطاقه او الكالوري من شيء امينو اسيد. والواحد واكل اكله فيها بروتين، البروتين بيطلع ايه؟ امينو اسيد. الامينو اسيد ده بيعدي المخ عن طريق هذه الكالوري وهذه التضاريس. مش فاهم. يعني بص اللي دوبا ده بيستهلك نفس الكالوري والطاقه اللي بيحتاجه مين؟ امينو اسيد عشان يعدي المخ. اقول لي طب وبعدين؟ ساعات لو واحد واكل اكله تمام وفيها بروتين وخد اللي دوبا بعدها يمتص ولا هيوصل منه ولا مش هيوصل؟ ليه بقى؟ هتفكر؟ فاهم كده؟ لان ساعتها هيحصل ايه؟ مش الكارير هيستهلك والانرجي هتخلص، وذلك الدواء ده ساعتها هيبقى باص. هو المشكله عشان تحلها انت. تاني اللي دوبه باص والبلاد برين بارير ما هي حاجه اسمها كده ايه؟ لكن الترانسبورت دي عامل الالتهاب اسمها مين؟ اهو لكن امينو اسيد. البروتين الموجود في الميلز عندنا في الاكل كومبيت ويز ال دوبه وان اكتف ترانسبورت. هذه مشكله كامله جدا. عايز حد كده يحلها سهل على فكره. ها على معده خالص. قول للمريض لو سمحت انت دلوقتي ما كانش لسه ما فطرتش الصبح صح؟ تاخد الدواء بتاعك وتجيب ربع ساعه كده على ما الدواء يكون حصل له ايه؟ ابزوربشن وامتصاص وصل الى المخ بعد كده كله راح. يبقى حلها سهل. يبقى سوم حلها يا ولد. اللي دوبه يتاكل على معده ايه؟ يبقى اللي دوبه جيفن اون ايه تستوم على معدة فاضية قبل الاكل. ليه؟ عشان لو حصل مشكلة مع الامينو اسيد خلاص انت كده واكل او كده خدت الدواء حصل له امتصاص وصل المخ عايز تاخد براحتك. يبقى عايز معايا المشاكل عشان بعد كده هتلاقي كل الكلام عايز فين. يقول لك انت هتقول لي لسه ما قلتش الدواء كده دخلت في اعماق الدواء. عيد معايا المشكلة دي. شو مثلا؟ دوبامين كده نوت باص بلاد برين بارير صح؟ حلها ايه؟ مفيش دوبامين. هدي مين؟ اللي دوبا اللي بتصنعه في الجسم. المشكلة الثانية اللي دوبا كان بيوصل المخ عن طريق اكتف ترانسبورت اللي هو طاقه وكاريا. نفس الطاقه والكاريا محتاجهم الامينو اسيد عشان يعدي المخ. سلام. انت الدواء على معنى ايه؟ فاضي قبل الاكل يعني. المشكله الثالثه اللي هي كبيره اللي هي مصر. احنا عايز اسال سؤال انت هو انت عايز اللي دوبا يتحول لدوبامين صح؟ طب معلش حد يقول اسم الانزيم اللي بيحول دوبا لدوبامين كان اسمه؟ كان في نظام الشرايين ولا عايز يحول دوبا لدوبامين كان اسمه ايه؟ اسمه ديدي. انا حتى كنت لما ارش حاجات كنت فاكر الحصه ايه؟ جيبي دوبا دي كاربوكسي ليه فاكره؟ طب تقول ايه المشكله يعني مش خليك بس معايا الصبر. ده بني ادم هو عامل حاجه مثلا يعني ده بني ادم سيادتك هو عامل ايه؟ خد اللي دوبا اقرا اللي دوبا راس دي المفروض انا عايز ايه؟ تمتص وتعدي كلها ايه؟ من المخ وجوه المخ تحول ايه؟ بدوبامين. ده الهدف بتاعك. حظنا يا بني ادم وجدنا ان من 90 ل 97% من اللي دوبا بيتحول لدوبامين فين؟ للجي اي تي عن طريق انزيم اسمه
بريفرال دوبه دي كاربوكسيليك. اسمع معايا تاني فتاخد ده حصل لي ده المشكله رقم 3 لو قلنا ايه ان وجدنا ان 90 97 الرقم ده في كتابنا بالظبط كده طبعا النسبه عاليه جدا. ده الدواء كله تاريخ حصل له ايه لو سمى بريفرال ميتابوليزم او بريفرال كونفرجن ان دوبه تحول الدوبامين في البريفرال. تقول لي المشكله الدوبامين ده مش عارف الدوبامين ده مش ايه. قول لي كده المريض لو خد 100 ملي جرام من الدوبه هيوصل مخه قد ايه من هنا؟ 3 ل 10 بس. في ناس قالوا الرقم اعلى من 97 والله المهم يعني هيوصل 3% بس من الجرعه والباقي كله. فاكر حاجه اسمها زمان فيرست باس ميتابوليزم او حاجه حصلت زي كده الدواء اتكسر بالدواء اللي كان بيستخدمه في البريفرال. اذا استخدمت الدواء ده بس طب دي كارثه يعني دي 100 ملي جرام بس 3 وده مش فرق. ده نايتريت لما عمل كده زمان كان حاجه عبره في الفرق. قول يا وبعدين عايز احد يركز معايا واللي نعمله اسمع ما هو بارين طلبات نص المشكله. ادي بارين طلبات يا عم اهو ادي اهو هتوصل للدم برضه البريفرال انزيم هيعمل لها كونفرجن امبلدوسل 6. الحل الوحيد ان الانزيم يكون معايا قوي عشان لو فهمت الكلام ده يقول لك انا كده خلاص انا دخلت عمق بس ان الانزيم اللي هو بيحاول دول دول انت خبطت فيه. طب انا نعمل الانزيم بيحاول دول دول مش هيحاول ده مش هيشتغل جد لا ما انا مركز. همنع الانزيم بريفرال ولا سنترال؟ بريفرال بس. تقول لي ازاي؟ ايه ده لابد تعطي دواء معين لدوبه يحميه. عايز البودي جارد يعني حاجه شبه كده. البودي جارد ده يا بيحمي انسان مهم. هل بيحميه فين؟ بيحميه بره بيته مش هقعد في بيته معاه يعني هو داخل بيته مربوط براس انا بره اهو هكذا. الماده اللي بديها حمايه الدوبه بتعمل ايه؟ بتحمي ايه الدوبه هنا؟ طب الدوبه خلاص عدت بتفضل عدت انت ما بقاش عدت. ايه اللي قلناه ده كله انا ايه؟ اشتغل نفسي. وذلك الماده اللي بديها نوت باص في بي مركز. الماده دي احنا هنفتح بوكس اسمها زي اسمها كده المفروض دلوقتي ماده اسمها كاربي دوبا. استنى بس احنا بس عايزين نفهم بس وعرفت الكلام ده ونعرفه احنا عليه. الكاربي دوبا ده لابد تستخدم مع الدوبا كل يوم. ليه لابد تعطي كاربي دوبا مع الدوبا؟ علشان امنع بريفرال ايه؟ طب السؤال يوم لو انت منعت البريفرال كونفرجن استفدت ايه؟ اولا خليت الجرعه بالكامل توصل ها؟ وقلت السايد افكت في البريفر بس انا عارف عشان السايد افكت زي على احمد بس والله احمد النهارده وقلت له ولاد قلت السايد افكت في البريفر اللي اتذاع وبالتالي طبعا قلت الدوز المطلوبه. انت دلوقتي كنت زمان محتاج تدي الجرعه 100 مره دلوقتي طب ما ايه لما اديت مع اللي دوبا كارب دوبا الجرعه تبقى وزن نورمال. وبالتالي يا ولاد المشكله الثالثه من اهم مشكله فيهم كلهم ان 90 ل 97% اوف ال دوبا بيحصل له بريفرال كونفرجن او بريفرال ميتابوليزم. باي انزايم اسمه ايه؟ باي انزايم انا كاتب لك اسمه بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز. وبالتالي فقدت كده الجزء الاكبر من الجرعه. الحل يبقى ايه؟ الحل يبقى سهل جدا. اعطي حاجه اسمها كابيتاليست بي دي دي او يعني ايه ده؟ بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز ايه؟ فيحمي الدوبة في البريفري. وهذا دواء جميل اسمه يا جماعه كاربي دوبا. وعلى فكره لا يوجد في الصدرين لا يوجد في الصدرين اللي دوبا بس اللي دوبا دايما معاه كاربي دوبا. على فكره ده اهم دواء باركنسونيز ويصل في الصدريه باركنون حتى باركنون بيعمل باركنسونيز. ده اسمه ايه كومبينيشن اللي دوبا مع كاربي دوبا 2 في 1 او اسمه الثاني دواء ثاني او اسمه بنسرازايد. بنسرازايد وبقول لك بقى لما جبت انت كاربيدول ده مع ايه اللي هو استفاد ايه؟ انت قللت الجرعه يمين قللت مش عارف تزود جرعه قللت السنه ايه؟ دول الثلاث مشاكل الكبار. المشكله الرابعه اللي هتقول السنه دي قولها برضه بالمره عشان ما يجيب دواء بقى كتير وقت. ده وقعت معايا مشاكل عشان ترد عليا انا منيت. اول مشكله وهو اللي مش ترد عليا بجانب. الدوبامين كدواء نوت باص بلاد برين بارير قول لي حلها. ما تعطيش دوبامين اعطي ايه؟ اللي دوبا او البريكيرسور اسمه اللي دوبا او ليفو دوبا. هو برودراج ولا اكتف؟ بيتاكتف جوه الجسم. سهله؟ المشكله الثانيه ان الدوبة عشان يوصل يمتص يوصل للمخ محتاج اكتف ترانسبورت. ودي المشكله. هذا الاكتف ترانسبورت بيتنافس معاه عليها الامينو اسيد الموجوده في البروتين بتاع الاكل. قول لي حلها حلها سهله. جيفن ان بيتر ان ايتستوم او بيفور دي ايكس. المشكله الثالثه والاهم ان الدوبة بيحصل له نسبه تصل 97% دي مش مبالغه. رقم مكتوب وفي ناس قالوا 99% فتقول لي 100% ونخلص.
سلام بيرفع عن ايه؟ كونفرجن الى الدوبامين في البريفري عن طريق انزيم اسمه دوبا ديكاربوكسيليت، بس انا بسميه بقى بريفرال دوبا ديكاربوكسيليت. قال لك المشكله دي بتخليك تضطر تزود الجرعه 100 مره، طبعا ده هيودينا في ده. قال لك الحل سهل، اعطي مع الدوبا دواء يحميه في البريفري، دواء اسمه بي دي دي ار بريفرال دوبا ديكاربوكسيليت، اسم الدواء زي اسمه، اسمه كارب ايه؟ هل الدواء ده ينفع يتاخد لوحده؟ قول له ملوش لازمه، حتى لو هو هيتكسر برضه في البريفري، لابد تقف معاه كارب دوبا او دي سلاسة. ايه المشكله الرابعه والاخيره؟ ركز معايا. حذر العيش ان الدوبا ده شورت تي اف. الدوبا ده شورت ايه؟ ديوريشن. فبيشيل لنا. يعني بيشيل لنا. المريض تلاقيه عمال يتطوح هنا. هنا يتطوح مش معناه ان هو بيوقع، لا. المريض هيحصل له حاجه اسمها سوينج، يعني في سوينج ما بين الامبروفمنت والورس، يعني ايه؟ ياخد الدواء نص ساعة تيجي زي الفل، انا نص ساعة كويس والله الحمد لله بصراحة حلو، انا عايز اروح الشغل النهارده، يا حاج ما ينفعش، لا والله كويس، يعني عم يكمل لبسه ولما ساعة بالظبط، الله ساعة ساعة كتير وخلاص نازل هوب تلاقي حاجة بس، ايه اللي هتبوظه؟ الدواء شورت يعني. دي بيسموها بقى لا اسم عندنا او اسم مهم جدا اسمها اون اوف. اون يعني بتحس، اوف يعني يعني انت تقول كده بتجيب ايه يعني ايه؟ بتحسن بعد يسوق في عادتك، ده مش في اليوم الواحد، ده في الساعتين يعني ساعتين ورا بعض تحسن لما خد الدواء، ثم ساعه وساعتين ساعتين تاني، ليه؟ الدواء عشان التهاب، ثم ياخد الدواء يتحسن ثم يسوق. طب ما دي سهله دي، هقول لك بعد كده هزود الجرعه، لا طبعا ما تزودش الجرعه، بس قسم الجرعه. يعني بعد قسم الجرعه يعني لما تجيب السنه واخد 200 جرام مثلا، لما تجيب 100 على مرتين على كم مره؟ على 10 مرات، فاهم قصدي؟ لما اقسم الجرعه اخلي الدواء يحطه ايه طول طول اليوم. دي اسمها اون اوف في نوم، يعني شغل دلوقتي الصاد فيك مهم جدا. معلش هاجي كده برده طبعا مشاكل المريض لما ياخد اللي دول بيقول له بعد ثلاث سنين الكلام ده ممكن يكتب اسمه مش موجود تاثير يقول له يحصل خلاص عشان ارد اخش على جدول ايه فاهم كل الكلام. لما يقول لك بعد ما ياخد الدواء ممكن ثلاث سنين بالظبط الثلاث سنين اللي دول بيجيب معاهم نتيجه جامده بعدها اسمها كلمه اسمها تولرانس بيسموها ويرنج اوف. يعني ايه خلع الدراجش باشا تهيب. قول لي ليه؟ ركز معايا على السبوره عشان دي مهمه. طبعا الكلام ما قالش ليه بس انا عايز اقول لك لو سمحت. هسال سؤال، اللي دوبك كدواء اهميته ان هو يتحول لمين؟ مين اللي بيحول اللي دوبك دوبامين؟ الانزيم اللي اسمه ايه؟ الانزيم اللي اسمه دوبا ايه؟ حلو. الحظ ايه بقى يا دكاتره؟ ان المصنع بتاع دوبا اللي كان مسيريس في البخ هو الدوبامينرجيك نيرون. ايه المشكله يعني؟ ان النيرون يا ابني اللي هي اسمها الدوبامين نيرون دي هي اللي بتصنع الجيل اللي هو الدوبامين الكابوسيليت ده. المشكله ايه؟ ان كل يوم بيعدي على المريض الحاله بتسوء. ارجع لوجه المخ والاعصاب مش اوقات ثابته. كل يوم بيعدي اسوء من اللي قبله. بكره اسوء من النهارده. بعد اسوء من بكره فاهم؟ ليه؟ بيحصل بروجريسيف دامج. يعني كل يوم في نيرون بتتدمر. ولذلك اول سنه كان عنده نيرون نسبه 90% بس. حاول تقول الدوبامين فما بيعملهاش. تاني سنه بقى 70%. تاني سنه بقى 40%. بعد كده مفيش. وذلك ساعتها الدكتور قاعد ينتظر ان الدوبا هيمشي مع فتره طويله لازم الدكتور يعرف هيحسبه ايه؟ الدواء ده هياخد وقت وبعد كده مش هيجيب مفعول. تقول لي الحاجه ايه؟ الحاجه لابد ان انت تفكر تحمي النيرون. يعني ايه تحمي النيرون؟ لازم تعطي دواء يحمي النيرون فروم دامج. وده دواء هنلاقيه ان شاء الله في المجموعه الثانيه والثالثه. اذا يا عملت ان الدواء ده اهم دواء في علاج البارتيزونيت ومن غيره كل الادويه مالهاش لازمه. ليه؟ ما هو واحد عنده مرض صدري لازم اديله ماده تعمل ايه؟ تصنع دوبامين في الجسم وبعد كده ابدا ازود عليه شويه ادويه. ماشي؟ يبقى عرفت الخمس مشاكل دول؟ تعالى نتوكل على الله كده ونجيب الكلام ده كده واحده واحده. اهم دواء في البارتيزونيزم يلا. هات بقى جدولنا يلا كده. اول دواء عندنا طبعا ولكن الجدول ده سميه ايه؟ الجدول ده سميه انتي باركنسونيزم ده بسرعه الجسم. الجدول ده سميه انتي باركنسونيان او باركنسونيزم درايفز. جيت انا كده الجدول يا شباب عشان برضه لو نسيت اكون مش عارف نسيت ايه. الجدول ده اسمه انتي باركنسونيان او باركنسونيزم درايفز. ادويه الباركنسونيزم يا جماعه بقى. اول دواء اللي هو الكينج بتاعه ليفو دوف. انا كان بيدعوا له ايه الاسم الثاني والمسين جنبه ايه اللي دوف اللي كان ليفو دوف ده لسه كويس الثاني ايه اللي دوف. يبقى جنب كلمة ليفو دوبا ده دكاترة أو ليفو دوبا
اسمه التاني في الفارما ايه دول وده عشر واحد فيهم ويجي في الامتحان امشي معايا مشكله مشكله ايه مش هقول دوبامين ايه نوت باس بلاد ريبر سو انت جابها بص ايه حلها لي ايوه غش يا ابني سو جيف اتس بريكيرسون اعطيك البريكيرسون لا قولي يا جماعه ما انا مش هسالك يلا يبقى سو جيف اتس بريكيرسون اللي هو اسمه العنوان بتاع جميل ايه اللي دول يبقى سو الحاله وان جيت كل مش شغال على هتعب سو جيف اتس بريكيرسون الماده الخام بتاعتها اللي دوبه ولا تنسى تكتب اهم جيف بريكيرسون بيقولوا ايه لان هو اللي دوبه ده مش دواء ده بيتحول لدواء يلا نشرح حلها عشان ننجز يبقى الحل الاولاني في دوبامين في اللي دوبه في محل ماشي ولا لسه يبقى سو جنبها جيف بس عندك السطر ونص سو جيف اتس بريكيرسون بريكيرسون واضح كده شوية بريكيرسون اسمه الهدوبة او الهدوبة من قوسين برودر شوف يمشي خش على مشكلة تانية يقول لك الهدوبة ابزوربت رابيدلي فروم جي اي تي ماشي اند ترانسبورتد تو برين باي ايه؟ اه بقى عندي ترانسبورت لسه ما عندش مشكلة عبيد. المشكلة ايه بقى؟ اكتب جنبها كومبيت الكوميت دراف يبقى كوميت انا كاتره ويز امينو اسيد اي كوميت ويز امينو اسيد اون اكتف ترانسبورت بيحصل كوميت او كوميتيشن مع الامينو اسيد على اكتف ايه؟ على اكتف ترانسبورت ودي حلها سهل سو تحتها بقى الحل يا بيه في حل محترم بقى تربيت سو جيبن خط دي دايما سو دي حل محترم في خط دي الاول سو بيتا جيبن اون امتي ستوم على معده فاضيه عشان لو سال اي سؤال سؤال كله انا جاهز ان شاء الله يبقى يقول لك ليه ابني بنفضل فاكر ده زمان في الكارديو باسكولار سيستم كان بيتاخد على معده فاضيه ومشهور قوي في مصر كابتن بريل فاكر ولا لا؟ مش كابتن بريل ده زمان كان بيتاخد على معده لانه برضه متاثر بالنيل هنا بقى النهارده بقول لك ده بيتاخد هناك ليه؟ انت عارف الموضوع بيتاثر بمين؟ هو الترانسبورت بتاع البرين بيتاثر بوجود الامينو اسيد الموجوده في الاكل. وبالتالي يفضل اعتبر على الاكل لازم على معده فاضيه عشان يوصل المخ اولا. دي مشكله سهله انجز ثالث مشكله قول. المشكله هو بص هو مش لازم المريض ياخد دواء على الاكل مش لازم يعني مش لازم المريض ياخد سميات هو مش انسولين انا بس ايه صحه الصبح خد الدواء خلاص عدى ساعتين عيد فضي خد الدواء مش انت خلي انا مش بص يا جماعه خلينا الله يكرمك صح انا مش شرط ده بالاكل صح ولا لا انا رد دواء الاكل قلت لك لازم ياكل شوف النقطه الثانيه اهم حاجه ياخد دواء بعد ايه خلاص يعني دلوقتي السنه اللي احنا فطرنا مثلا الساعه 7 الصبح بص على بطنك كده خالص ايوه خالص بقى هتقول لي انا خدنا الساعه 7 مثلا الساعه دلوقتي مثلا 10 ايه 11 هيبقى المعده فين ماشي بعديها التالتة بقى مش التالتة بقول ايه؟ يقول لك converted to dopamine by dopamine glucocorticoids but هو انا قلت 97 ده رقم ده طلع اصغر من 97 كام في 99% ايه؟ بريفرنس صح ولا لا؟ يعني ايه مش لابد؟ كام في المية بيوصل لبوك دي؟ يبقى انت جنبها كده only 1-3% ريتش بريك خلصين اس يعني اول المشكله تكون ان سيادتك 97 99 99 كمان في المية من الجرعه بيتكسر الدوبامين في البريفري يعني ايه اللي بيوصل لنقطه؟ قول لي 1% او 2% ريتش البريف حلو سو قول الحل يلا اد ايه بقى؟ اد الله يكرمك سؤال حاجه اسمها تيجي على خط الجيم مالكش دعوه خلينا فاضي سؤال حاجه اسمها بريفرال دوبه بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز انهبيت هتقول لي اسمه ايه مكتوب عندك تحت يا سيد العزيز يا دكتور لازم اضيف مع الدوبا ده اسمه بريفرال دوبا ديكاربوكسيليز انهبيت اسمه يا سيد العزيز عندك تحت ايه رايك اسمه ايه وعلى مصمم كله سامي غلط ايه مكتوب تحت عنه مين اللي تحت كام دي كاربي دوبا او بن سيرازايد قول لي بقى استفدت ايه لما اضفت كاربي دوبا بين سيرازايت؟ يعني كنت بتقول كده كان بيتكلم كاربي دوبا بين سيرازايت، ادي ليه؟
مريض مش عشان ما نكملش ده شيء. انا ليه مادي كابيدوجا او مسترزال مع الهيدروجين؟ ايوه لان انا ليه مادي جنبها كده انهبت بريفرال كونفرجن. وهنا السؤال الجميل بقى، استفدت ايه سيادتك؟ سو ديكريز الدوز ات سبت. يبقى انا بقى لو اديت مع الهيدروجا كابيدوجا او مسترزال استفدت يا دكتور؟ قالت الدوز وقالت السبت. دي قصة ده سؤال مشهور جدا عندنا في الفارما دي في الامتحان، بتقول لك الكومبينيشن اللي جاي فيه كلها، كل اللي فيه حلو اللي فيه وحش. انا صار لي كام مره فده من ضمن الكومبينيشن المشهوره جدا في الفارما لما الدكتور يعطي اللي دوبا مع طالب دوبا. ايه رايك؟ ولقيت عشان مش عارف مش مع بعض ولا انت فاهم تعال ايه رايك في الدوبا كان دوبا كومبينيشن دوبا ولا بنت؟ جود. طب اسمع ايه وركز، اول واحد قال لك طب ما تدي كان دوبا اللي فين لحد دلوقتي ممكن يرد عليا اوتوماتيك كارديو الوت ان باركنسونز. لو انت فهمت هترد وتتصل. لو اديت كارديو الوت في باركنسونز انا فاهم حاجه، انا مش غلط، انا من تحت الصرف ما حصلتش حاجه حتى مش دكتور. الله ايه اسمع بس، هو كارديو ده مش تمام بيمنع انزيم سويت دي بقى اللي بص له ايه حتى مش حتى بالبال هذا مش دكتور يعمل قيمه الكارديو ده هجوم عليه لو في الفرد ده اسمه كارديو اصلا. فاهم قصدي؟ ده سنار يا حبيبي. اللي دوبه سنار في الجسم ايه؟ كاربيدوبا. ركز معايا. ولو سالك سؤال ليه بقى بيدي كاربيدوبا عن دوبه؟ اقول له الكلام الاول. قول له لو ما تعرفوش مع بعض ليه؟ ان اللي دوبه بيحصل 97 99% بريفرال ميتابوليزم باي بريفرال دوبا دي كارب ستريس. الكاربيدوبا بيعمل بقى؟ انهبت بريفرال كونفيرجن سو ديكريز الدوز وديكريز سايد انا كاتره. وصل؟ عرفت ان ده بس مش كده بس لازم معايا ايه؟ كاربيدوبا فوق التو او بين سيرازايد. طيب اخر معلومه هنا في النقطه دي بيقول لك ستارت تو سمول دوز صح؟ زي كده زي انكريز جرادولي. طبعا في حاجه اسمها تيتريشن، في حاجه كده لفظ يعني طبي اسمه تيتريشن بس الكلام ده مش عندنا. مش عارف ايه؟ الجرعه لازم تبدا واحده واحده ثم تكبر. يبقى ستارت تو دوز اند انكريز جرادولي، حاجه جرعه واحده واحده عشان هو يستفيد منها. ده كده يا ابني عك عباره عن الكاينيتك عن الميتابوليت عن الميكانيزم على كل حاجه. لو سالك ولا الدواء اللي دول يحصل له فيرست ماكس نورميز ولا لا؟ بص يا معايا فين؟ الجاي تي عن طريق انزيم اسمه ايه؟ بريفرال دول كانوا مسرين مين اللي حصل ماكس نورميز؟ كاربين كده انا خلاص كده. بص انا اهم حاجه في الادوات دي كلها ميكانيزمها السلبي بتاعك دول يونس ما عندي باركنسونيزم ده تشريح باركنسونيزم ده كلام مستر الاوراني لو رحت انا مركز على ميكانيزم مصدق الا اذا كان الدواء استخدم في امراض ثانيه اهم. يعني دايما الناس بشرح مرض كل ادويه ما بركزش على نفس ايه؟ ما هو يوز مصدق مرض. حتى بص كده على السنه الجاده البرونت لازم هتلاقي مركز برونت لازم على ايه؟ ميكانيزم صدق فيك يوز برونت لازم على واحد. فاهم؟ طيب تعالى نخش على الصدق فيك. بص معايا عايز تريح اعصابك عايز تبقى ماسك باركنسون ده وحاطين عليك انت معاك صدق فيك للعيله كلها الجدول كله اسمح مش عارف تبدا احمد ايه؟ اتش ها ام صح؟ اي دي كم سايد افكت ولا كده؟ خمسه سايد افكت وكل ما نمشي هنلاقي كلمه احمد دي مرات. يبقى دي سايد افكت مجمعه لكل وكل ولا سايد افكت بس دي شغل يجيب لي ايه؟ من فهمك من كلام امبارح. فهم معايا اول سايد افكت يا دكاتره كبرش خط مره واحده اسمه انوريكزيا ونوزيا وفوميتي. هذول يعني فقدان شيء صح؟ نص يوم فوق في الكلام نص يوم فوق يعني كل ليه بقى امبارح؟ لان سيادتك شغلت دوبامين على مين؟ وقلت لك للاسف المخ والاعصاب لان الدواء سلكت من هناك الدواء تزوده هنا يزودك في كل مكان وزي كده كده راح تبقى بعدين عايز ما يرجع مني سهل في دواء مشهور جدا في الصيدليه اسمه موتيريوم عارفينه؟ موتيريوم او موتينورم عاوز ايه؟ قال لك يبقى في جنبها تريت البار تريت باي اسم في الفارما دوم بريدون دوم بريدون والدواء ده السنه اللي فاتت واحد مشاكل ولسه موجود في مصر ولا اظن شفناه حاجه. عارف لو كان بيتكلم الدواء ده فيه اهم منه هو بيعمل مشاكل احنا في مصر ولا اظن نسمع حاجه. ايه ده كويس مصر بتعرف فيها موتين خلاص كان ممكن في مشاكل كده بيعمل حاجه في قلبه بس احنا ولا اظن احنا بصراحه الناس مش عارفين والحمد لله مش مشكله الناس اصلا عندها الكفاءه
يبقى لوز لوز دوم تريد باي دوم ريدون. اللي فكر يقول ايه اكيد اكيد دوم ريدون اللي يعني الدوم ريدون هيبقى الفونت اكيد يعمل ايه رد ريال في الدي 2 في السيزون بس ده هيقابله ان شاء الله في الجي اي تو. طيب ده اصلا بيتكش معانا واحده ثاني سايد افكت اقول له انا عرفت ان انت بشاط المريض بعد شويه من اخدات الادوبه بس هو حاجه ايه مش حاجات مش موجوده او بس حاجات مش موجوده يعني ايه ده كان حوار هالوسينيشن ان شاء الله. تعال بس اسمع معايا بس هالوسينيشن ده ابني من نوعين من الاثنين المشهورين فيجوال واوديتوري. تقول لي احنا الحمد لله المريض دخل مني ايه لا لو كان في دماغك والله ازعل المريض كده يا بيه كمان سكيزوفرينيا او سايكوز يا ابني ما السكيزوفرينيا ده واحد عامل ازاي؟ قاعد كده ولا تلاقي الناس موجوده قدامه بيتكلم بيتكلم معاهم بيشوف كده وفي عالم تاني يسمع ناس مش موجوده ويشوف ناس مش موجوده. تعالى تقول لي يعني ايه دلوقتي بتعمل كده؟ يعني سكات اخوانا امبارح اللي بيكسس لما بيقوم بيزيد فيه بيدخل سايكوز بص معايا التليفون تاني اول كونترا انديكيشن اهو انا ما عنديش حاجه اسمها كونترا انديكيشن انا هطلعها من ايه؟ السايد افكت اول كونترا انديكيشن الدواء ده contraindicated in psychosis. واحد يا ولاد عنده psychosis وباركنسونيز ما ينفعش تدي الهدوء تقول امال ايه؟ في ادويه اخرى يبقى هو الكونترا انديكيشن جيب فين اهو؟ ما انت دخلت على السيشن ليه؟ الجد فيجوال واديتو. طبعا ده بتفضلي عند مين لما زاد زي ما قلنا امبارح في الليمبيك سيستم. طيب ركز معايا تقول التالتة ما بتفتح مايتريز ليه بيحصل ما لسه ده جد؟ ليه بيحصل ما يدريش يا دكاترة سهلة والله؟ أيوة زي شطارة الأولاد دوبامين سيبها سوبرين صح عشان برضه دوبامين ده في منه شوية بيشتغلوا في البريفري على العين بيشتغلوا في واحد طرف واحد المهم بيعمل أدريس مع إن أنا مش عامل ترسيم المهم دوبامين يعمل وفي كلمة جنبها مالهاش بس هي كلمة إنه برضه مود تشينج. أسأل سؤال ورد عليه يا رب تفتكر بيقول لك إن الدواء اللي دوبا ده كونترا إنديكيتد إن جلوكوما لماذا؟ ايوه حد فاكر ولا نسيتوه؟ ليه الدواء ده دكاتره ما بيفكروا عشان ما بيزز؟ ليه بقى؟ اتكلم يعني احنا مش عارفين كلنا بس انت سيادتك المفروض ترجع للاوتولوجي. قلنا زمان المايدريز بوش ولا بول؟ بوش ولا بول فاكر؟ شوف التنسيق اهو بس انت فاكر ان بوش وحش. بوش الايرس تحت ناحيه القناعه صح؟ يعني ده مش بتاع الاكوس. وبعدين الكلام ده هنا ما تهزرش كده قلت لما ربنا يحيي ذاك. المهم بوش الايرس ناحيه القناه في القناه يعني الدنيا بتاع الاقصى وبالتالي يحصل ايه؟ بلوكوم في مناخ بلوكوم عشان كلمه ماجيس دي كان اس. تالت واحده مهمه جدا كمان انا مش بحفظ سايد افكت الدواء انا ليه؟ سايد افكت الصحه سايد افكت رقم اربعه اريزميا اريزميا وبوش رايبوتنشن اللي فات يقول ايه؟ اريزميا بوش رايبوتنشن قول حاجه حلوه بقى طبعا انت سكتك معلش ابو كلام زمان الناس فاكره ولا نسيت؟ فاكر الدوبامين ده كان بيشتغل كام ريسبتور؟ احنا عارفين حروف تي 1 يعمل فاصل ايه؟ فلاتيش يشتغل بيتا 1 في الهارت يشغل القلب يعمل اريزميا ثم عارف عندك الارش نوز يعمل ايه؟ فاصل ريزريشن يبقى الهايبو تنشن مكرره لا لا ما تنش عشان فاصل ريزريشن طبعا ده في البريفر واريزم عشان كده السؤال بيقول ليه ما بتعرفش الانجاري؟ ليه ما بنعرفش الانجاي سهله بقى كفايه كلمه يا اولاد اللي هو جاب اريزمي عارف يعني واحد يجيله تاكي كارديا هو عنده انجاينا يعني بتاكل على الله يموت ما هو الدوبامين انا اتخيلت لا تنسى ان في جزء الدوبامين بيتحول لدوبامين في البريس حتى ما انت كان دوبامين عارف الجزء قال ميزه بقى خدتها بقى لسه فكري الدوبامين بتاعه في البريس ده كمان بيعمل ايه؟ في العيد مزلس ماشي بيعمل في القلب دي كمان بتعمل اريزم ودي بقى اللي كانت بتشتغل زمان بتعمل فاصل ريتيشن بتعمل هايبوتنشن اسمه بوتشر ريتيشن فاكر الدوبامين زمان ولا لا؟ ما هو خلي بالك الدوبامين ده البريكوس بتاع الدوبامين الواحد ده ما لهاش صعب ده لو طلعت تكون عليه لارج قوي ما تجيش. طيب ثم فوق عادي امبارح قلت المريض اللي جاي اللي عنده باركنسونيزم عنده ايه في الحركه؟ سرعه ولا بطء؟ فكر عنده برادي ولا تاكي كايليزي؟ انا ان شاء الله النهارده بقول اللي مع الدواء بتاعي اعمل له كلمه اسمها رقم خمسه ديسكايز يعني ديسكايز انفولانتري موفمنت بيسموها لك انفولانتري موفمنت يعني حركات لا اراديه يبقى قاعد كده قليل عليه وتلاقي وشه ايه بيلعب تلاقي عينيه عماله تفتح تاني
مش الناس ده يعني شفت كده تلاقي عيني عماله تلعب كده وبوق مش عارف ايه ولا كده البلاي ايوه زي ما انا بعمل كده بالظبط البلاي اه انا بالمهم البلاي ده ايه تعالوا ليه انت وليد بص دوري بعيد عن انا عايزه وزيك انا مش عاجبني حاجه دوري بلاي مش عاجبني زي مش عاجبني يبقى ده سكانيز عباره عن انفلانتري موفمنت قال لك بتحصل بالذات في الاطراف ما عليك بعد معايا كده على فكره يخلص احمد النهارده معسل انت حصل بلاد قول لي يلا عشان بلاتين لسه اللي جبت عموما بتاعي هيدور يزود دوبامين واحد ايه هنريك زي الوز يا بابا ثم اتش اوسيليشن دي يعني سايكوز صح؟ طيب ام وادريس ايه اريس جابوس معاك بوتنشال ثم دي ديس يعني اسمها ديس يعني هناك تجربه حركات غير عاديه بتحصل معاك طيب بص دراك كلهم كلمين بس دراك كلهم ايه؟ طبعا كلمات دي بيني وبينك جنرال سيرفي لكن الناس مش عارفه يعني ما عندوش حد عارف ان ده جنرال بيس هم مش عارفين احنا جامعينهم كده ايه اللي انتوا مش عارفين تقول الكتاب لو مشتركين في كل الادويه اللي جايه فجمعناها لكن انا عايز اسال كل واحد مره حاجه كانت بالسكه وانا احفظ الخمسه اللي رقم سته بقت فعلا مهمه جدا ده مش عارف سيرفي في ايه؟ لان سيادتك ده اللي مساعدتي انت عندك رقم سته ده كده عشان كده اه الاكتريشن ان الرسوم يعني كده بعد كده لما عرجع تسبب في الريسبونس قول لي شويه زي ما قلت لك من شويه المريض هيحصل له حاجتين تعالى الاول اول حاجه حاجه اسمها ايه؟ كلمه ويرنج اوف ويرنج اوف يعني المريض خلع الدواء يعني خلع الدواء شفت عن الريسبونس اكتر الكلام بتاعنا ديكريز انت كان بيقول لك تعريف والله بيعمل ديكريز ديوريشن اوف بريفيت فروم دراج كلمه كمان ويرنج اوف ويرنج اوف معناها decrease duration of benefit from drug تجد بالعرض حتى يعني ايه؟ يعني الفائدة من الدواء بقت وقت ايه؟ اقل وممكن نكتب من قوسين جنبها كلمة tolerance انا فسرتها لك مش كتبها لان هو مش موجودة في الكلام مش عايزينها ليه المريض بعد فترة من خزان الدواء ما بيجيبش مفعول معاه؟ او تاني لو قلت لنفسي ما كتبش وانا عايز تعرف بس دورين كوف انا كاتب قلت انا اوف ليه يا ابني المريض اللي بياخد دواء اللي بعد فتره حصل له دواء او طلع راسه يشرب اقول اقول تاني وقال دول كان ايه يعني بيحاول يبقى جسم ما بيتني اللي بيحاوله دو بادي كارد اوكسيديز وبقولك الانزيم ده بيطلع من ايه من النيورون نفسه كل وقت بيعدي على المريض النيورون ده بيحصل له دامج او بروجريسيف دامج وبعد فتره من اخذ الدواء مش هتلاقي فيه انزيم موجود خلص يا بيه ولكن الكلمة دي نسك اللي بعد الانزام محتاجش انزام الانزام ده لما يخلص ساعتها ده مش مكتوب تقولي بعدين خلاص يبقى انت مهمتك هنا تحمي المريض او النيرون عشان ما يحصلش مور دامج هم عايز حاجة الدكتور عايز انا او الدكتور عايز حاجة بس ممكن يكون في عينة انت عارف ممكن تستنى انزام ديكريز ديوريشن وبينيفيت فور اندور او احنا سميناها البوزيت تولرنس ده العنيف او المعنى العنيف للبيشن النوع الثاني اسمه اون اوف ده انا عرفته من شغل اون اوف يعني لاعب بقى كل حصه لو حصه النهارده ان شاء الله سهله لو حصه السيزيفيتس جايه فين؟ مش عايز بقى عايز حصه الباك اون اوف يعني ايه بقى؟ سوينج سوينج يعني ايه؟ نترنح نزلزل بين ايه وايه؟ بين يعني ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه؟ ايوه يبقى سوينج هتبقى سوينج يبقى اون اوف معناها سوينج يعني اربع اوبريشن تو ريسبونس رد فعل المريض بتوين امبروف اندورسنج وخلي بالك عايز معلش واحد جنب حلال عنده براديكاليزم بس معايا الوقت هو عنده برادي يعني ايه براديكاليزم قلنا يعني ايه براديكاليزم موت بحرب لما دي ده يحصل له ديس ايه كاينيزم ده التحصل بالنسبه لك ثم بعد شويه دي براديكاليزم ده يحصل له ديس كاينيزم ده وهكذا تقول لي مش هتحس لا للاسف ليه ما عندك ده دي هي تحس على شرط كده بقت كلمه ده عايز اسال وهم قالوا الكلام ده كله سواء بريك اوف او بريك اوف سبب ممكن تفوق قبل كلمه الكريشن سبب ممكن اساسي شورت التهاب اوف اني دو الكلمه اللي كانت فاضيه قبل كلمه الكريشن اوف ريسبونس شورت التهاب اوف اني دو عايز بقى حد جدع كده يقول الحل في هنا عندنا التريتمنت بتاعه اقترح عليا شويه عندنا اربع حلول مطلوبه مني
في حلول سهله جدا ممكن تجيبها مخين. اسن يعني ايه؟ بيسموها باللغه عندنا فريكوانت دوزز. لو حبيت تروح الاولاد يعني ايه فريكوانت؟ فهمنا اوزي لك صح. لو انت قلت له زود الجرعه كانت بتستنفذ لان انت بتستنفذ ايه؟ السيستم. اقول فريكوانت ثاني اقول شارج ده فكره ايه؟ متعدده. فانت اول حاجه فريكوانت دوزز يعني ايه فريكوانت دوزز؟ قسم الجرعه. بعدين اروح اقول لك اول حل اعمل فريكوانت دوزز يعني خلي الجرعات متعدده بدل ما مرتين في اليوم خليهم اربعه ست. ده اول حل عشان ايه؟ ده يغطي بريد اليوم. ثاني حل حل استحاله سهل جدا في الصلاه. ايه السهر ده اللي بتعمله الصلاه؟ سستين ريليز تابلت. اس ار تابلت. طيب ثالث حل قال لك مش حصل هنا فوق تولرانس. والتولرانس دي زمان كان في حاجه اسمها ضرب الريدي ولا لا؟ سالت ما اقتنعتش. طبعا ضرب الريدي حاجه تشد. يقول لك معلش كل فتره كده الماده دي فتره تروح من الدواء على ما النيرون حتى تسمع نفسها سن. وزي يقول لك رقم ثلاثه تراك هوليدي. انا مش داني الكلمه انا داني المده. يعني بدي اجازه من الدواء تصل ما بين 3 ل 21 يوم. طبعا تقول لي طب انا هدي واحد من الدواء يقعد كده ظبطت من الدواء؟ لا حبات الدواء ده كتير دلوقتي اثنين جروب يقعدوا بعد شويه نص من الدواء عشان عايز اقعد عليه 6 شهور. بعد 6 شهور ماشي كده فوق خالص. كله خالص. وقف الدواء فتره على ما يحصل ان الدواء ده مثلا اللي انت بتعمل ستاتيك دي دي اللي هو دواء الجاموسريز. خلاص حصل له ديبريشن. ادي فرصه بس ايه؟ الجسم ده كله ينسى الدواء شويه. فادي له اجازه 3 ايام اب تو 24 يوم. تعال تقول لي هو من الدواء ده ولا لا؟ ده الدواء ده اللي هو ثم اخر حاجه ايه؟ اضف على الدوبة مجموعه ثانيه الناحيه الثانيه موجوده اسمها دي 2 اجونست. انت موقف الدواء ده ممكن تدي معاه او بديله دي 2 اجونست المجموعه اللي جايه ان شاء الله حاجه. ماشي يا دكاتره؟ عرفنا قصه اللي دوبة صار بيك يبقى ابن حلال. احمد اللي دوبة صار بيك واللي صار بيك بعد المقله. ثم اخر صار بيك ده ايه؟ المهم ايه؟ يعني ايه فلتوشن اوف ريسبونس بقى؟ انت تعرف يعني ايه جوفا ده؟ وين جوف يعني ايه دكاتره؟ لا وين جوف نو ريسبونس تولرانس لكن اون اوف سوينج. ما انت تتارجح بين البروبز الورسن ان الداون شورت دي اوف على ما بيحصل. ماشي خلاص لك اخر كلمه انتراكشن. يلا انجز دي انجز دي انتراكشن. يلا ده واخد صفحتين اهو ده اكبر ده فيه. بعد كده يقول لك زي مبط زي مبط. اسمع معايا الانتراكشن انا جاب طبعا العيب الطب اللي في ناس بتنسى كتير بره الطب. يعني واحد عنده شويه رعشه في عضلات او رعشه في جسمه يقول لك انت عندك ايه؟ انت عندك ضعف العصب. خد ديبوفيت. عارفين ديبوفيت الصدريه؟ اللي هو فيتامين دي كومبلكس. عارفينه؟ اه ده كانسر. انا عندي كام انتراكشن مطلوبه مش فاهم ولا تلاته. بص يا سيدي اول واحد في واحد اسمه فيتامين بي 6 تمام؟ فده مش ده اللي قلت لك سوبر ده واحد من ضمن الفيتامين دي كومبلكس. فيتامين بي 6 اسمه بايت ديزين اهو. اقول لك في كلمه انت قول لي رايك فيه حلو ولا وحش؟ يعني اديه ولا وحش؟ بايتامين ده لايك بيزود بريفرال كونفرجن. قول حاجه حلوه قوي. ايه رايك فيه حلو ولا وحش؟ يعني دي مع اللي دوبه؟ لا طبعا. انت جاي بتضحي بجرعه. طب ماشي اللي فين ده؟ يلا ايه رايك في التاني؟ كاربي دوبا مع اللي دوبا نزعه افعال. ها؟ مش عارفين. الكاربي دوبا قالت لما تديني ميستو قال بريفر كونفرشن قال ستاد افكت ودوس تعالى يبقى ده نص 40 ياخد مع الدواء ده اللي دوبا كاربي دوبا ولا ياخد معاه فيتامين 6؟ لا ما جاوبتش. قول لي ايه؟ كاربي دوبا ده اصلا لازم يتاكل لانه يزود الاكشن اللي بيمنع ايه بريفرال كونفرجن. اما بايت زين بيزود بريفرال كونفرجن. افتح ايه بريفرال كونفرجن كان نفس يعني كان ده يتكسر في البريف اللي نايم يصحى الدواء اللي دوبه ده قبل لو اتاخد مع عيله جايه قريبا. العيله دي مأجلها بس كانت عيله اسمها ماك انهيبت. طيب معاها صوت مش عارف معلش خالص ماك انهيبت. فكره ولاد الماك تمام زمان في الفرق ليون اللي هو بيقولوا عمال ايه؟ كان بيكسر مين ده في الجسم قوي؟ كانت فلان ايه؟ طيب احنا سيادتك قريبا عشان بس قريبا ايه بعد 5 دقايق ان شاء الله هنعرف ان في حاجه اسمها ماو ايه
وحاجه اسمها موبي كمان بقى عايز تاخد الورقه ليش وجهز الورقه معلش في مايو ايه وفي موبي فين بيجي كده احنا خلاص عايزين شويه نوتس بس ده نوت على كده ايه موبي ده انزيم وده بيكسر مين اهو انزيم ميتابولايز النور ابنفرين والسيرتونين يبقى لما بيدعمل انزيم بيكسر مين النور ابنفرين والسيرتونين اما ناو بي انزيم ميتابولايز دوبامين ومعايا هو انت بعد قليل ان شاء الله في دواء جاي حالا بعد شويه اسمه ماوي هيبتور انا مستخدم في الباركنسونيز هستخدم اي ماوي هيبتور فيهم ماوي ايه هيبتور ولا ماوي ولا الاثنين فقط تاني سؤال فين السؤال مش واضح بس انت عارف ان انا ولا انت خلاص فتقول حلو كده قول لي انا مش فاهم حاجه الماوي ايه ده انزيم بيكسر مين في الجسم؟ نور ابنفرين وسيرتونين ده الماوي ايه بيكسر الاثنين دول؟ الماوي بيكسر مين في الجسم؟ ها؟ دوبامين انا باركنسونيز وقضيته مع مين فيهم؟ جدع انا عايز اوطي منه العيون انا بعد قليل ان شاء الله هعطي المريض ده اسمه ماوي هيبتور يا ترى ده ماوي ولا ماوي مين هيبتور بقى؟ ايه؟ ماوي ايه مين هيبتور ماوي ايه؟ ماوي هيبتور ليه؟ عشان اعمل الباركنسونيز بتاع الدوبامين ازود دوبامين حلو ده المفروض اقول بعد شويه ان شاء الله اقدر انا حوليت واديت المريض نقص سيلكتيف ماوت انهيبيتور ازعل منه هي ليه؟ لان نقص سيلكتيف ماوت انهيبيتور يا بيه هيكسر هيبقى تكسير مين بقى؟ قول بقى هيبقى تكسير مين ايه؟ كل فساعتها هيزيد الدوبامين ماشي ما تزعلنيش بس هيزيد مع مين؟ الدور يا بيه الدور كده كان عامل في الضغط يا ولاد ولذلك لو انت مديت نقص سيلكتيف ماوت انهيبيتور ويز ان دوبا ما تزعلش لو حصل كلمه مشهوره اسمها هايبر تنسيف كرايسيس عارفها ولا لا؟ هايبر تنسيف كرايسيس معلش اقولها ليه برضه؟ اوكي لو انت طبعا اللي دوب يا ابني بيزرق بيتصرف على الوريد ولا مش مشكله خلي بالك بقى عندما يتحول السايد افكت على العكس تكون معايا عشان ده سؤال الدكتور في الشفوي قول يا ابني هو ايه دوب بيعمل ضغط؟ يقول لك هايبر تنسيف ايوه والله العظيم اتشال ايه؟ مش هايبر تنسيف صح؟ يقول لك طب بص ايه بتعمل هايبر تنسيف؟ هيقول له لو اتاخد معاه نون سيلكتيف ماوي هيبتور يقول لك طب ليه اسمع بس عشان انا اسال عشان كده بص طب امتى الباقي كله بعد كده يرص يقول له يا دكتور هو اللي هو بيعمل بص انا تنشن انه بيزود الدوبامين بيشتغل جوانب الجوانب بتعمل فاز ايه؟ فالضغط يا دكتور يقول لك طب امتى يحصل هايبر تنشن كرايسيس يقول له يا بيه لو اتاخد معاه نون هيبتور نون سيلكتيف ايه من ساعتها هيزيد مين بقى كمان؟ نون ايه؟ ابنفرين وسيرتونين ده بيعمل الضغط سيجي هايبر تنشن بركز معاك ايه؟ اللي دوبا كدواء الون بيعمل هايبوتنشن لو اتاخد معاه دواء هيبت مش اي دواء هيبت ما انا بعد ما يبقى في دواء هيبت بتستنى اسمها دواء بي لكن لو اتاخد معاه نون سيلكت دواء هيبت ده يزرع هيبت ساعتها يجي الدور يفرد والسيرتونين يعمل هايبر تنشن ايه؟ كرايسس كرايسس دي كلمه واحده في اللي دوبا ومع السلامه اكبر دواء في البركيزوز انا كام كونتر اديكيشن عندي؟ عندي كام كونتر اديكيشن بتاعت الدكتور ازاي؟ ثلاثه رمي كده على الصمود مين ممنوع في السايكوسس ممنوع في جلوكوما ممنوع فين؟ قلت تحتها اخر كلمه تحت الجلو حد هو كونتر انديكيتد ان ميلانوما هتجيب عشان تجيب الاصناف كونتر انديكيتد ان ميلانوما من اسمها ميلانوما يعني ايه ولا ميلانوما تيومر في المريض بيجمنت وجدت ان الجلوكوما بتزود زاد مريض وزاد ممنوع ومش عايز حاجه تكسبها اسما بس عشان يبقى الزاد كده احنا معانا الحمد لله اكبر دواء في الباركنسونيزم ماشي انا كاتبه سهل الدواء ده في على فكره لو ذاكرت مش هاخد ربع ده قلت لك بس ده من اقرب صور ده اللي هو انجز قول لا السنتين يا بنتي انا عاوز انا ما اقدرش حتى لا سنتين وسبع عائلات وكل نوع في سبتايلز تعملوا فاصل وتسكت فاصل بس تجيلك فاصل تكتب لي فاصل يا كابتن معايا ماشي دلوقتي يا دكتور احنا هنخش على ايه؟ على المجموعه الثانيه اسمها ايه عشان الجزء سهله اسمها دوبامين اجونيست قول يعني ايه؟
يلا نتكلم معايا عيد ما بنعمل يا جماعه. انا هنا بشتغل على الدوبامين ريسبتور وكاين دوبامين. يعني بص انت مش قادر تزود دوبامين كترانسميت انا خلاص ادي دواء يشتغل من بره على الريسبتور وكاين ايه اللي يسموه دوبامين. طبعا المجموعه دي مسموعه العينتين عيله كبيره فيها شرق ولا قديم. ركز معايا عيله اسمها ايمولين ايربود. سمعت كده جنب ده؟ الله ايربود ده الكالوريز خدناه جدول كده في الاوتونومي. احنا هناخد منه مره حتى نكتب في بروتوكول مكتوب. المهم ايربود ديريفاتيفز دي بي اس يعني ديريفاتيفز يا جماعه. اللي هو ده اسمه برومو كريبتين صم ده بيجي امتحان وده اسمه بيربولات. خلاص طبعا في تحت من ايربود لما نخلص ده. بص يا سيدي الجنس بتاعهم سهل جدا. اكتب دي 2 اجونست ان سيريز. اكتب يلا الجنس سهل دي 2 مش معنى دي 2 بقى. خلي بالك معلش احنا هنشرح برضه قريبا ان الريسبتور بتاع الدوبامين في حاجه اسمها دي 1 ودي 2 ثاني. دي 1 دي موجوده في البريفر اللي احنا خدناها الترم الاول في بلاد فيزيك. اما دي 2 موجوده في سي اس. انا عايز الدواء يشتغل دي 1 ولا دي 2؟ يبقى هو اكتب كده ميكانيزمه دي 2 اجونست ان سيريز. على فكره الواد دي اجونست ده اهو فاهم ولا مش فاهم؟ ده حل ايه ده؟ حل ايه؟ اديه عشان ايه؟ يعني انا بدي لا لا انا عايز اسم علمي طول انا اسم كلام انا عايز اسم ايه؟ ها؟ ايه 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 ايه؟ ايوه ايفكت بتحتاج رفض الميكانيزم عارف لسه سطر. Given to decrease on off and rearing off of ايه دول؟ معاه ايه؟ معلش سعيد والله حل الحلول قال ايه؟ قال اون اوف ورينج اوف. كتبت تحتها في الميكانيزم يبقى يوزد ويز ايه اللي دول؟ تو ديكريز او ديكريز حاجتين اون اوف ويرينج اوف. مش انت قلت لي شويه من شويه في مشكله بتحصل من دوبك كبيره اسمها اون اوف ويرينج اوف؟ يبقى ده بيتاخد مع ايه دوبك تو ديكريز اون اوف ويرينج اوف بتاع ايه؟ بتاع ايه دوبك. ماشي؟ يلا نخش على الاستخدامات على طول. طبعا اول مرض ان شاء الله وعلم اللي احنا عارفينه اسمه ايه؟ باركنسونيز ثاني. عايز بقى حد شطور كده معايا؟ اهو هو ايه عايز حد شاطر يقول لي علاقه الدوبامين بالبرولاك. يعني اذا لو واحد عنده مشكله او واحده يعني عندها مشكله بسبب زياده البرولاك ينفع ده ولا ما ينفعش؟ فرض عليا هم الثلاث حالات دلوقتي هعالج الراجل اللي عندهم. اسمع معايا. واحدة من الحالات كانت حامل ولحد دلوقتي خلفت طفلها ورضعته وخلاص ولا ايه كبر بقى ما شاء الله رضعت بيه. خلاص بقى عايزين نفطم عارفين الفطومه ده؟ بيسموها ويل. نفطم دلوقتي ازاي ايه؟ سلفر الجيران. سلفر الجيران عشان الواد ايه؟ يتلهي. وتاني حاجه سيادتك ما هو دلوقتي المثل اللي هيتم ده ممكن يعملها خراج وتبقى سواق. لازم اديها دواء يمنع الملك برودكشن. اليوز الثاني ده كتر اليوز الثاني ده كان ايه؟ قال لك سبريشن اوف لاكتيشن اسقط او امنع اللاكتيشن. على فكره في امثله اخرى بس تزعل بلاش واحده عايزه تطفي من النت. لا قدر الله واحده كانت حامل وخلفت عيل عيل ده اتولد مات. لا قدر الله يعني بس يومين ها ايه الاخبار؟ طبعا هتقول لي مشكله يا ابني ما هو دلوقتي اصلا فيسيولوجيكال مرتب بيطلع بعد ايه؟ بعد ولاد ولا اقول ان انا خلاص منه اعمل ايه؟ اديها دوبامين انوس وصلت لحاجه ثانيه. طيب رقم ثلاثه في بعض الانفيرينز يا ولاد بيبقى عندهم اصلا زي ما كتبنا هاي الكلمه اسمها المينوري كده حاجه اسمها المينوري يعني ما سمعتهاش؟ هي المينوري العلمي هم الاثنين ولا ايه الاثنين؟ ازاي؟ اكيد طيب اكيد يا عيال تصدق كده ماشي. طب يا اصل انوريا لا عايزين فعلا نقدر فيلم ابن راهب انتوا مش عارفين انت ايوه كان في حسين فعلا فيلم كده كان عامل فيها دكتور الفيلم مشهور اللي هو ما عملش شيء مهم يعني وكان هو شغال دكتور وكان بيقول لك ده عندها ابن راهب. اه والله العظيم بقول لك هو لو قاعد ماسك المايك كده وهو دكتور بقى طالع يسمع كده انوريا ولا ايه؟ يعني ايه انوريا اصلا؟ اه يعني اهو مش عارفين لو ملاحظه مفيش من استوريشن ده عندهم مشكله مفيش كوبريشن ده اه ما هي دي طب وفي كلمه ثانيه اسمها ايه؟ جالاكتوري
الفكره دي معنى الفيزيولوجي. يعني ايه كلمه؟ لا والله بتصور. يعني ايه بلاكتيريا؟ ابنورمال ميلك سكريشن. عشان بص انا هتكلم وماتشر ما تكبريش سيبني براحتي. بص يا سيدي، فاتت واحده لسه صغيره عندها مثلا 20 سنه حويها وفجاه لقيت ميلك سكريشن بريست. طب ده فيزيولوجي ولا مصروش كده؟ مصروش وما فيش من استريشن. تاكد يا ابني سيبني هنا واتجوزت مش هتعمل ما عندهاش اوبريشن. يعني الكلام ده التكبير ده ايه؟ حاجه اسمها انفرتيلتي مش عندنا عقم. سبب العقم ايه؟ اكيد عندها هرمون اسمه برولاكتين ايه؟ عالي. دي بس هو اقصد من البروجستين. يعني وزي كل دكاتره بتوع نساء كتير قوي دلوقتي على فكره ان الدواء اسمه برولاكتين موجود في الصيدليه اسم بارلودين واكثر ناس بيحبوا بتوع نساء ولاد. بعد ما تقول لو واحد متصدع هيبطل ايه بضاعه ولو ما تحملش اصلا ان شاء الله تحمل. وربنا على فكره كان مطبوعه تيومر خدت انت في الباثولوجي تيومر بتطلع سكريشن صح؟ لو تيومر في البيتيوتري جلاند وطلع لي برولاكت في ناس بتسميه برولاكتينومر واحنا كتبنا ما سموش كده طبعا كان اسم اسهل. الناس بتقول لك تيومر بروديوسنج برولاكت لماذا هو في بيتا دي 2 اجريست؟ يبقى ايه ده انت ثالث حاجه بقى بيتيوتري تيومر بروديوسنج برولاكت في بعض الاسمان ولاد في البيتيوتري بتطلع برولاكت حتى بيسموها برولاكتي نوما. هقول لك حاجه حلوه ابتدت دول من جمعيه الجامعه اسنان يعني دي ودي ودي كلمه هايبر برولاكتينيميا. لو واحد عندها اولاد هايبر برولاكتينيميا سواء كان فيسيولوجيكال او باثولوجيكال انا معطيها هذه المجموعه بعد انسان صم بقى وده كله عشان علاقه الدوبامين برولاكتين. يبقى تاني عشان نعد مع بعض البروموكريتين دي اسمها على فكره هيتشرح تاني في الاندوكراين بس انا هحرك الدنيا اقول لك ارجع شوف ده انا اقول لك اهو واحمد منوره بقى البروموكريتين بسبب ايه؟ ماركنسونيز صوم مستعد ثلاث حالات اسمهم هايبر بروكريتين سبريشن اوف لوكيشن ثاني حاجه حاله اسمها امينوريا او بلاكتوريا ثالث حاله تيومر بيطلع بلاك. طيب ده بروموكريتين. السؤال الجاي ده سؤال جميل جدا وسؤال امتحان. انت في حاجات ما عجبتكش الهدوم بروموكريتين احسن منه بقى في الهدوم ركز معايا الهدوم كان مزعلك يا ابني انا مزعلك هو بيتنطط عليك يقول لك اولا الهدوم برود رايك صح؟ انت بتحاول ايه؟ برود الهدوم الهدوم اتحرك الهدوم ده في ظروف معقده ورخمه ومحتاجين دواء يحميه صح؟ طيب انا بقى في وجود الدواء ده الدواء ده شغال على 6% يبقى اول حاجه عايز اقول اول ميزه بروموكريتين هو ايه؟ نو نيد no need of sensitizing enzyme الانزيم اللي هو بيحول الدوبامين. يعني ابني انت انا مش محتاج انزيم يحول البروموكريتين خلاص البروموكريتين شغال على طول. انا كنت محتاج انزيم ولما كان الانزيم ده بينشغل او بيمنع او بيكسر لي الدوبامين في البريفر كنت بقى ايه بعيط. ده no need of sensitizing enzyme. هناك كنت محتاج الانزيم اسمه دوبامين ماشي خلاص كده. اثنين no need of active transport. قول لي كمان دي كانت ساعه كام جنيه؟ اللي كان مزعلان كانت الترانسبورت هناك ده اضرب 100 مره لسه كام؟ قول له خلاص انا مش لازم. وهي قالت no need of active transport. الثالثه الجميله بقى الدواء ده لونج تي هاف. قول لي ايه الميزه فيه؟ لونج تي هاف. قول حاجه حلوه. ايوه مفيش نو فلكتويشن من الريسبونس. الله يكرمك يا مصطفى. مفيش شغلات اللي حكيت لي انا قلت عليهم مش اسمهم ايه؟ ما تقولوا اسمهم بعيد بقى النهارده فاهم ايه؟ اون اوف وين اوف. ده سؤال في امتحان، تعالي سؤال امتحان. سؤال صغير جدا وهنبدا اسئله بقى لك ايه مميزات البروكريتين عن الهدوم؟ مش محتاج انزيم يحوله، مش محتاج اكتف ترانسفورت وهو ده ولا ممكن يجيب يشتم فما بيحصلش معاه ايه؟ فلكتويشن. ثلاث دقايق. طيب سؤال التاني A B C D E ده جراح. اسمع بس اول سؤال في كتب حروف احمد كم؟ اول سؤال في كتب حروف كلمه ده احمد كم؟ حد يسمعها بسرعه ده يسمع عليا يلا ايه؟ اريزم. انا اسمع الجواب كده ماشي صراحه اريز يا موز يا موم اتش ام اريز ايه؟ اريزم ومعاها اللايك في اصلك ما بتنزلش على بعض دي ديس اريزم. هتقول لي ده كل واحد اوصل فين؟ لا يلا الصوت هو الكتاب كاتب هنا ما شاء الله يبقى 10 لا
مش كده الله اخلع عيال تخلع ده دوس ايديك اتنين بي بليدنج ليبت ارسل تقول يعني ايه مش فرحة قد تكون هتنزل يا بيه بليدنج جبتك اصل بتاع الدواء ده ايه اللي اصلا تعينه ايه اللي كان جدا على ايه على جدار المعده وكان ممكن تعمل طرحة في المعده راح نزف طب سي كونستريش اصل عشان منك تجوز انا ليك زروزه بوت الدوري كده انا ادري اشرح سي سي تاني صح ولا لا ما هو الخوف كده انا قضيت هنا على كده جدا هي ثلاثه هنا كونستريش مش ضروري خالص ثم دي اسوأ سايد افكت رقم 4 عليه صم لو اس دي ديجيتال فاسوس باك ده كان سهل زمان ان الايربود فاكرها كانت بتعمل بريفرال فاسو كونستريكشن فاكرها الايربود ده كان اسمه مادي بتاع الادويه كان في عضله بيز بتعمل ايه بتعمل ايه فاسو كونستريكشن طب ممكن يحصل كده ولا جاي جرين صح فاكر ما اسمه بريفرال فاسو ديزيز وده كده هنا علاج او رينوت جدعان هنا في ديجيتال باص وسباك وانت جنبها يبقى كونترا انديكيتد في نوت كونترا انديكيتد يبقى دي اشتق على فكره اسوء سايد افكت لا قدر الله لو واحد باخد الدواء ده غلط يحصل له جنجري دي اشتق على صاله تقول لي جاي تجيب منين؟ انت كده ما ديش تبع بريد هارت عايز ثم خمسه اولاد اريسرو مايالجيا اريسرو يعني اريسرو يعني احمرار ما هو مش هتبقى بسيط اريسيما ده كلمه فاهم يعني احمرار او ار بي سي ماشي اريسرو ما يرجع هات كلمه واحده رجليه بتبقى ريد سوين تندر فوت هي اللي بتبقى عامله ازاي بتبقى محمره ومرمه كده والالرجي بتاعها شكلها سميه بعد معايا تاني استاد فيس بتاع ربنا لو جالك في الامتحان ترزع احمد دي عشان في الدرس ده على فكره هو طب خمسه في واحد خلاص مش كده بس نفسي تجيب حاجه في الست ثاني اربعه دي لو شفت المساله اهم سايد افكت البرامج روتين ديجيتال فاسوس مات بعد معايا يلا كده كده عندنا احمد ولا بيدي بنت كالس كونستريش ديجيتال زاد ريسرو ما يلش نقفل الحصه خلاص ولا خلاص ديجيتال فاسوس مات اسوء سايد افكت يركض عموما بتعمل باص بريستكشن بالبريفرال بلاد فيسل المزاج ما جالك ليه ايه ايه وقت الحين تحصل فيها ايه جانجرين طبعا انت عارف ان في ناس اصلا في الشتت بدون بتبقى ايه مش عارفه تتحرك وبتزرق وما ده اسمه بي بي دي بريفرال اصلا فيك لو خدت ايه بتبقى كده عم تقول جانجرين ساعتها ولذلك انا زعلان افضل كلمه زعلان في الايربود دي الكلمه دي وعشان كده عملوا كلمه اسمها الايربود اسمهم مكتر كده براحتك النون ايربود انا جاي في الاسمهم بس احفظ اسماء ادويه الله يكرمك مصر هنرجو زي مين يا ابني؟ نقرا نوبينيرول وبراميليكزول نوبينيرول وبراميليكزول يا براب عشان تفهم مالهم دول؟ قال لك لايك تربط بطنه صح؟ اهم كلمه بتاعت الشباب بتاعت مو فاز وايه؟ الفرق اللي تربط وما تربط ان النمر ما تبقاش ما تعرفش فاز وباك تربط ايه؟ نو فاز وسباك والدكتور قال كمان محاضرة بيه كان يعني نو هالوسيشن لا نو فاسوس باس ولا حاجة نو فاسوس باس لا كلمة أهم كلمة نو هالوسيشن نو نوز هو بصراحة ده كل ما يتكلمش أهم كلمة نو فاسوس باس ماشي يا دكاترة أيوة اتفضل من المركز ليه؟ روماين رول ولا بروم بريكتين باه؟ طبعا لأنه زي البروم بريكتين تقول لي ما احنا عملناش بروم بريكتين ليه؟ يا ابني اشرح واللي تحت زي بالظبط بس تحت لا دي مش ماشي يا كده لا ماشي عيب صايت انت اللي سامعك سمعها لو واحد ايه امريكس يا نورس يا مامي اكس ابسوليش فيجوال ديتا اه ام ماي دريس ايه هيوزر دي ديس تايمينج عصا عملتك يا حبيبتي الكلام ده والله ذاكرته دلوقتي لو مش وراك حاجه ذاكرته دلوقتي كمان ربع ساعه ان شاء الله خلاص عايزين كل حاجه من الاربع هنغير ان شاء الله هنخلص بارتنسونيز من الاربع ونطلع التعليم ان شاء الله بنبدا لسه